على طول بهذه الحزمة التي أقرها هذه الحزمة أقرت من فترة، وقعها الرئيس الأمريكي بعد قرار مجلس النواب وطبعا مجلس الشيوخ، ليس فيه مشكلة الأغلبية للديمقراطيين. فلكن وطبعا كان واضحا أنه جرى استعدادات من قبل البنتاغون لنقل الأسلحة المطلوبة فور صدور القرار، فنقلت الأسلحة. أهم نقل من أسلحة إلى الآن غير الزخائر في الصواريخ الأتاكامس، لا ليست أول مرة تنقل، لكن نقلت دفعة كبيرة جدا من صواريخ الأتاكامس اللي هي متوسطة المدى وبعيدة المدى، لكن لا تبدو من أثار مرئية لهذه الشحنات على الأرض حتى هذه اللحظة. ما هي الأثار التي كانت متوقعة؟ ليست ببساطة أن يتعدل الموقف على الجبهة الممتدة إلى 1500 كيلومتر بين روسيا والجيش الأوكراني أو الغرب من وراء القناع الأوكراني. الذي حدث إلى الآن هو استطراد في فكرة القضم التدريجي النشيط الذي صار أكثر نشاطا في الأيام الأخيرة مع اقتراب تاريخ 9 مايو اللي هو عيد النصر السوفيتي الذي ورثه الروس، وطبعا تنصيب الرئيس بوتين في فترته الرئاسية الجديدة. وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في تلخيص لما جرى خلال الأشهر الفائتة منذ بداية هذا العام قال أننا أضفنا 547 كيلومترا مربعا، وطبعا هذه تشمل بلدات وقرى بالعشرات على جبهة أفدييفكا بالذات. طبعا هو قال ذلك عن طريق القضم التدريجي، قضم التدريجي النشيط كل يوم كل يوم قرية تقريبا حقيقة في الفترة الأخيرة على الأقل. يعني مثلا اليوم في قريتين حتى بعد كلامه إرخان هيليسكي و وقرية أخرى اسمها كولتا ريفكا إن تذكرت جيدا. فهذه في جبهة شمال وغرب أفدييفكا. في الجبهة الأخرى غرب بخموت هناك تقدم بوغدانيفكا من قبل وإيفانوفيسكي وتقدم إلى تشاسيفيار، وتشاسيفيار بلدة مهمة جدا في خريطة الدونباس عموما وفي مقاطعة دونتسك بالذات، إذ أنها هي المفتاح تقريبا لإسقاط، هي المفتاح الجوهري لإسقاط المدينتين الكبيرتين اللي هم بيد الأوكران حتى هذه اللحظة هم كراماتورسك وسلفيانسك. فهذا ما سيحدث إذا ما سقطت هذه، إذا ما سقطت شاسيفيار انتهى الأمر تقريبا. انتهى الأمر في ماذا؟ في إكمال السيطرة على الدونباس بمقاطعتي لوغانسك ودونيتسك، وانتهى الأمر أيضا لأن في تقدم آخر على جبهة زابوريجيا في يعني القرية اليتيمة التي كان الهجوم الغرب المضاد قد حقق الاستيلاء عليها اللي هي رابوتينو، وأصبحت قرية شهيرة جدا رغم أنها خالية من السكان. أعاد الروس سيطرة كاملة عليها وتقدموا إلى ما بعدها. وكرينكي اللي هو الجيب الصغير اللي كان في شرق خرسون شرق نهر الدنيبرو أيضا جرى تطويقه وإنهاءه تقريبا. الجدول أو المشهد ببساطة أنه الغرب يركز من وراء أوكرانيا على فكرة تالية، فكرة مهاجمة شبه جزيرة القرم ومهاجمة جسر القرم أو جسر كيريتش وبعض الغارات بالطائرات المسيرة الدرونات على مناطق في الداخل الروسي، وهذه تحرز أثرا إعلاميا وغالبا ليس لها من أثر حربي مباشر. بالجملة هناك تقدم روسي نشيط على الجبهة، وهناك تحفز من الروس إذ أنهم استغلوا الفترة الطويلة في تعديل موازين إنتاج السلاح، في سباق في إنتاج السلاح بين روسيا والصين من جهة وبين الغرب والغرب من جهة أخرى. أصبحت روسيا الآن وحدها تنتج نحو 3 أمثال ما ينتجه الغرب جميعه، سواء من الدبابات أو الطائرات أو الزخائر أو حتى في تقدم في إنتاج الدرونات، وروسيا لم تكن متقدمة في إنتاج الدرونات من قبل، استحدثت هذا المجال وأصبحت تنتج يعني درونات بالملايين، بينها درونات انتحارية طبقت شهرتها الأفاق من يعني في أنواع معينة بالذات في لانسة 3.
طيب انتحارية. الرئيس الفرنسي ماكرون مجددا يعني جدد استعداده لإرسال قوات إلى أوكرانيا، واعتبر في مقابلة نشرتها The Economist أنه ينبغي طرح هذه القضية في حال اخترقت موسكو خطوط الجبهة وفي حال طلبت كييف ذلك. ما أثر هذه التصريحات هو هذا التصريح التي واجهتها روسيا بالطبع؟ تصريح عجيب جدا لأنه خطوط الجبهة جرى تجاوزها، بمعنى الأوكران ومن وراءهم الغرب حاولوا استثمار الشتاء العام الحالي كما استثمر روس الشتاء العام السابق في بناء خطوط دفاعي، لكن التقليد غير الأصل بالطبع. سقط الخط الدفاعي الأول والخط الدفاعي الثاني، ثم الآن نحن في سبيل تدمير خط الدفاع الثالث الذي أقامه الأوكران. لماذا؟ لأن الغرب وخبراء الغرب اعتمدوا على فكرة كتنويع يعني لإخفاء الأصل، اللي هي فكرة الاعتماد على التضاريس الطبيعية وإكمال التضاريس الطبيعية بمناطق دفاعية أخرى. طبعا ثبت أن هذه الخطوط، لأن الروس لا يواجهون الخطوط مباشرة وإنما يلتفون فيسيطرون على قرى بصورة دائرية وبلدات، وهذا ما ضمن لهم تقدما مضطردا على الجبهة. ويصعب الكلام عن صمود الجبهة الأوكرانية، لأنه السيد ماكرون مش عارف منين بالضبط جاب أنه فكرة الجبهة لم تخترق بعد. على أي حال أنا أعتقد أن الرئيس الفرنسي ماكرون يعني يتسلى في أوقات الفراغ غالبا بمثل هذه التصريحات.